يخاف 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 على كل حركاته، الخصر هايف والجسم صب ومن العسل احلى حلاته، الخصر هايف والجسم صب ومن العسل احلى حلاته، عند عرش ارتل غاربي وهب يعزل خصوره من قطعته، انا الحبيبي انا الحبيبي مخلص الحب، انا الحبيبي وعيني ترابي بصفاتك حب المضقة يتسرب يخاف. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية. نرحل مع شوط آخر وهو الشوط 17 في مجموع أشواطنا، ونتحرك إلى الأمام، نتحرك إلى المركز الأول. عندنا شواهين اللي بالمركز الأول، سيف بن علي بن سعيد رشتبي من يقدم شواهين. المركز الثاني أقول مسكته سالم بن مصبح بن تعيب رشتبي. أما المركز الثالث بشاير خليفة بن حمد بن سريم رشتبي. والمركز الرابع، المركز الرابع شعار أحمد بن علي أبو نواس، حاضر في هذا المسار وفي هذا التحدي. وأشوف أيضا تقادير علي بن سالم بن علي العويسي يقدم تقادير. المركز السادس فهنا أيضا متواجدة اللي هي زعبرانة خالد بن يابر بن عبد الله الحربي، وتأتينا جبارة حمد بن سعيد بن محمد العويسي. والمركز الثامن، ثامن المراكز، حشيمة فهد بن راشد بن سالم المدهوشي. والمركز التاسع شعار بن ميلين على ظهر عول محمد بن سلطان بن ميلين الاشتبي. والمركز التاسع فهنا بداح بن فهد بن صقر الخالدي. والمركز العاشر صابر بن سعيد بن صابر الاشتبي مع غالية. غالية هذه وهي غالية بالفعل، انها بتكون غالية، يعني اذا يعني جت في المراكز الاولى. ولكن وين الشعار هذا اللي هو العيناوي، شعار شطرنجي، شعار بنفسجي، هو اللي بالمركز الاول راح بالمركز الأول، يتقدم على ظهر شواهين. سيف بن علي بن سعيد الاشتبي يقدم لنا شواهين بالمركز الأول والمركز الثاني تقادير، وعلي بن سالم بن علي العويسي. المركز الثالث عون محمد بن سلطان بن ميلين الاشتبي. أما المركز الرابع مرموقة أحمد بن علي بن محمد أبو نواس. نغلة تالية إلى المركز الخامس بشاير خليفة بن حمد بن سليم الاشتبي. والمركز السادس فتأتينا حشيمة فهد بن راشد بن سالم المدهوشي. أما المركز السابع جبارة حمد بن سعيد بن محمد العويسي. والمركز الثامن فالوصول من قبل خوارة سعيد، نشوف الخوارة هاي 30 جبارة سالم بن متعب بن سالم راشد الاشتبي. أما المركز التاسع غنايم بداح بن فهد بصقر الخالدي. والمركز العاشر أقول المركز العاشر ما أدري صابر بن سعيد بن صابر. هذه الأسماء، هذه النتيجة. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود إلى المهمة، نعود إلى القمة، نعود إلى المميزة. الصراحة مميزة بين الهجن. الله الله، نعم نقوى فريدة في الأصايل إلها على الشاشة. جماهير تيفل من حمام الرسايل، والطير كيف يفله طير. هذه يافل، هذه يافل، هذه طير من الطيور الطائرة. نعم شواهين سعيف أو سيف، سيف بن علي بن سعيد الاشتبي. المركز الثاني الوصول من حشيمة فهد بن راشد بن سالم المدهوشي. والمركز الرابع ما أدري وين الرابع، نعم هذا العويسي. وابو نواس حاضر ايضا مع مرموقه احمد علي ابو نواس. المركز الخامس بالميريد محمد سلطان بالميريد. لا لا ما في مجال، ما 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 في ما في مجال، ما بتعطيكم المجال، ما في من البدايه خلت الاول خلاص ما بتنسحب، مستحيل مستحيل. لو على ثلاث
لو على ثلاث بتسبق، ما لانها ما شاء الله عليها عندها حاله نفير، عندها حاله استنفار، عندها حاله قوه، هذه اللي في المقدمه يعني ما براضيه ولا بتستسلم مهما كانت التحديات، لو بتهاجمون. هني حشيمه فهد برابي سالم المدهوشي والجماعه يو اهل الطلايب يا صاحبنا، حرك 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 حركوا الجماعه. ايه حشيمه ايه انزلت انزلت على المركز الاول، انزلت على المركز الاول، الله الله الله. شوفوا نشل اللحم والغارب امد معزله والحيب عالي، نعم يوم اضربوهن عندها سد، راحت 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 بالشوط، راحت بالشوط. الله فهد 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 بن راشد بن سالم المدهوشي ما شاء الله، يا زينها زيناه، يا جمالها، يا سرعتها، يا شكلها، يا هي حلوه، يا هي جميله، يا هي فنانه، تتفنن بالمركز الاول، تتفنن بالمركز الاول. هذه اللي هي حشيمه، تنحدر من سلاله حشيم، تنحدر من سلاله حشيم. الفهد بن راشد بن سالم المدهوشي، تهانينا تهانينا والناموس على هذا الانتصار الذي دار في هذا الشوط. 6 دقائق و20 ثانية، 6 دقائق و20 ثانية التوقيت. المركز الثاني لأحمد علي بن واس، المركز الثالث حمد بن علي العويسي، المركز الرابع سالم بن متعب، والمركز الخامس أظني بن دريوي سعيد. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وهكذا انتهى الشوط وانتهينا من هذا المسار. وش